بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عايزين نتكلم في رابع سيكشن، وده السيكشن الختامي في السلاب فورم ديزاين. ما حاولناش نعمل الموضوع في سيكشن واحد كله عشان يبقى الموضوع يتاخد بشكل مسلسل ويبقى العملية خفيفة. كل فيديو حوالي تلت ساعة او نص ساعة تبقى تعرف تذاكر كويس. يعني كان ممكن يتعمل كله حتة واحدة لاربع فيديوهات، لكن اخترنا ان احنا نعمله اربع اجزاء على اعتبار تكون العملية سهلة وكل جزء عامل فوكس على حتة معينة. دلوقتي ان شاء الله هنصمم. احنا كنا واقفين السكشن اللي فات ان احنا طلعنا ال L3 اللي هي المسافات بين الشورينج وبعضها. عايزين نصمم الشورينج دي بقى هتبقى سيف ولا انسيف. الشورينج بقى واحنا رايحين نصممها هنلاقي ان احنا عندنا الشورينج دي عبارة عن حاجة زي العمود رأسيا كده، وبالتالي في اللحظة دي هيبقى جاي عليها حمل رأسي من فوق. الحمل اللي جاي على الشورز دي مباشرة هيبقى عبارة عن فورس، يعني قوة، على مساحة الشورز دي اللي هي عبارة عن الاريا، وبالتالي بحسب للشورز الفورس على اريا، يعني بحسب الاسترس. يبقى ده الاساسي عندي، فورس على اريا. طب لو حبينا نصمم الشورز هنلاقي عندنا في تصميم الشورز رقم واحد عندنا اللودز، ودي مختلفة بقى عن اللي فاتوا. اللودز هتبقى البي شورز بتساوي الدبليو شيزنج مضروبة في ال L3 على 12 مضروبة في ال L2، دي ال L2، دي ال L2 على 12 وال L3 على 12. يبقى ال W شورز دايما هتساوي ال W شيزنج مضروبة في ال 2 L اللي قبلها اللي هو ال L3 وال L2. طبعا مفيش وقت ان احنا نقعد نشرح بالتفصيل جت منين، المهم ان احنا نكون فاهمين ان هي ال W ال F بتاعتنا اللي في القانون اللي هي الفرصة على اريا، يبقى دي هتساوي W شيزنج اللي هي كانت ب 172.5 على ما نتذكر، مضروبة في ال L2 موديفاي على 12 في ال L3 موديفاي على 12. خلي بالك بقى ان ده كانت وحدة قياسه، ايوه، باوند على الفيت تربيع. ضربنا هنا ده عبارة عن فيت، وضربنا هنا ده عبارة عن فيت. فيت وفيت طاروا مع الفيت تربيع اللي كانت تحت، وبالتالي وحدة القياس طلعت فعلا في الاخر فورس يعني باوند. طب المساحة كام؟ الراجل كان مديني ابعاد الكروس سكشن بتاعة الشورز دي، لو حابين نرجع نشوفها تعال نرجع نشوفها. مساحة الشورز دي عندنا اهي، معلش ثواني، 76. الشورز دي اهي كان مديني نقطعها كام الراجل في المسألة؟ 4 انش في 4 انش، يعني هنقول 3.5 مضروبة في 3.5 عشان بنخفض نص. طيب تمام، نرجع تاني. يبقى القطاع عندي 3.5 في 3.5، يبقى الاريا عندي اللي هحسبها بتساوي الرقم ده كده. خلاص كده تمام، يبقى دي بالنسبه لي عباره عن مين؟ دي بالنسبه لي عباره عن الاريا اللي عندي. يبقى لازم اروح اقسم الفورس دي على الاريا دي، وتديني ساعتها الاسترس اللي عندي اللي هشوف هقارنه بايه دلوقتي. يبقى انا كده هحسب هنا اهو حمل راسي، الاسترس اللي جاي نتيجه الحمل الراسي ده اللي هيساوي الفورس اللي هي 1552.5 على ال 12 ايوه وربع انش، ده يطلع ساعتها ستريس باوند على الفيت تربيع، يبقى يطلع باوند على الانش، اسف، لان ده بالانش تربيع. وده هنشوف هنقارنه بمين. يا ترى ده نقارنه بمين من غير ما نعمل اي حاجه؟ هو مش الخشب ده كان له اربع ستريسز كان بيشتغل بيهم؟ سي موازي وسي عمودي وتي موازي وتي عمودي. انا دلوقتي ضاغط يبقى هيبقى كومبريشن. طب بالنسبه للالياف اللي كانت في الخشبايه هنا، الالياف اللي كانت راسيه دي كده، انا هقارن بالسي بمين؟ ايوه، يبقى الاستريس ده يقارن باللي يقدر يشيل الخشب كسي موازي. بس هنشوف السي موازي ده هيتضرب في حاجه كمان. طب لو طلع ان الاستريس ده اقل من السي موازي، ما هو ده كده الاستريس ده الاكشوال والسي موازي دي الالاوبل. لو طلعت اقل يبقى معنى كده انه الخشب ده يقدر يشيل الحمل اللي جاي عليه، لكن فرضا الاستريس كان اكبر من السي موازي، ده معناها اني هغير ابعاد الشورز، بدل ما كانت 4 في 4 لا انا ممكن استخدمها 5 في 5، وبالتالي الرقم ده هيبقى 4.5 في 4.5، وبالتالي الاريا اللي هنا اهو هتلاقيها كبرت، يبقى الاستريس شخصيا هيقل، وبالتالي ساعتها ممكن ده يبقى سيف.
يبقى افرض كانت انسيف وده في الغالب ما بيحصلش، بقول للراجل في المسألة انك هتزود ابعاد الشورز، بدل ما هي 4 في 4 تبقى 5 في 5. طيب تعالى نكمل، ده لسه هرجع له. طيب في تشيك تاني اللي هو عبارة عن مين؟ تشيك السلندرنس ريشيو. ده عبارة عن ايه؟ بنحسب حاجة اسمها ال ال على الدي، ولازم ال ال على الدي دي تكون اقل من 50. لو كانت اقل من 50 يبقى سيف، طب لو ما كانتش بنقول له ان احنا لازم نستخدم براندات على ارتفاع معين من سطح الارض. طب ايه ال ال وايه الدي؟ الدي ده بعد القطع الخشبيه اللي هي كانت مربعه، فكانت 3.5 في 3.5، وده البعد الصغير اللي هو يعتبر ما دام مربعه يبقى 3.5. كده جبنا ال ال الدي اللي تحت. طب ال ال دي بنجيبها منين؟ لا ال ال دي بقى نرجع بيها بقى مرجعنا هناك على القطاع الاصلي ده. تعالى بهدوء بقى، الراجل كان مدينا في راس السؤال هناك، هنجيب صفحة 67 تاني اهو. الراجل كان مديني في راس السؤال هناك المعلومة الجميلة دي، the ceiling height او ارتفاع الدور 10 feet. ايوة العشرة فيت دي بقى متقاسة منين؟ دي متقاسة من المكان ده هنا من اول وش الشيزنج لحد فين؟ لحد هنا اهو، لحد الارض هنا عندنا كده. ده معناه في اللحظة دي ان المسافة دي كلها مين؟ ايوة المسافة دي كلها العشرة فيت. طب هو الطول الحر بتاع الجويسز دي او الشورز دي بيتقاس منين؟ بيتقاس من تحت الاسترينجر هنا لحد هنا، يبقى ده الطول الحر بتاعي. اللي ابعادك بقى تعال نشوف، اللي فوق دي مين؟ اللي فوق دي زي ما احنا مشاورين دي عبارة عن الشيزنج، يبقى الخطين دول الشيزنج. اللي البعد ده كان في الشيزنج اللي هو ارتفاعها اللي هو الواحد انش، بعد التخفيض هيبقى 75 من 100 انش. الله ينور. طيب اللي كان تحتها دي مين؟ الجويستس اللي كانت على سيفها فكانت جاية كده، فده معناه ان البعد ده كان 3.5. طيب اللي كانت تحتها دي السترينجر وكانت على سيفها، يعني البعد ده 5.5. يبقى معنى كده الطول اللي تحت ده يساوي كام؟ الطول اللي تحت ده ال دي كده هتساوي اولا العشرة فيت، بس خلي بالك الابعاد اللي انا قلتها دي كلها كانت بالانش، يبقى ال 10 فيت دي الاول تتضرب في 12 عشان احولها لانش، يعني 120 انش ناقص ال 75 من 100 اللي هي التخانه بتاعت الشيزنج بعد معامله التخفيض، و 3.5 و 5.5. الله ينور عليك، ناقص 3.5 ناقص 5.5، وده ال ال اللي محسوب عندنا في المساله هناك اهو. يبقى ال ال بتاعتنا دي اهي هتبقى عبارة عن ايه في اللحظة دي؟ عبارة عن العشرة في 12 ناقص التلات ابعاد دول، ده كده ال اللي هحطه في البسط. يبقى ال 110 وربع مقسومة على 3.5 طلعت بكام؟ 31.5. يبقى كده اقل من 50، يعني انا كده سيف. طب تشيك الاسترس بقى اللي احنا قلنا عليه، حسبنا كده البيرنج ستريس، ده انا كنت حاسبه فوق اهو اهو، اللي هو ال 1000 كام؟ ايوه ال 1552.5 على ال 12 وربع، طلعت بالقيمه دي. القيمه دي تتقارن بمين؟ بالسي الاوبل. طب السي الاوبل دي بتساوي ايه بقى؟ السي موازي، هتساوي السي موازي اللي هديها لك في المساله مضروبه في الشورت تيرم فاكتور اللي هو كان الاف سمول 1، يعني طلعت بالقيمه دي. طب بعد ما بحسب دي برجع احسب معامل اسمه كي. الكي ده بيساوي، ده قانون محفوظ، عباره عن 0.671 جذر الاي على السي موازي اللي انت لسه مطلعها فوق، راح اطلع بال21 وكام؟ 21.7. لازم اتاكد ان ال على الدي اكبر من الكي. ال على الدي اللي هي انهي؟ اللي انا كنت حاسبها فوق، وفي الغالب هتكون اكبر. يبقى ساعتها السي موازي الالاوبل اللي بشتغل بيها بتساوي كام بقى؟ 3.10 في الاي على ال على الدي كل تربيع. راح الطلعه دي قيمه السي موازي اللاوبل اللي هقارنها بالبيرنج مين؟ بالبيرنج ستريس فوق. يبقى كده طلعت السي يقدر يشيل الخشب ده حمل ضغط راسي عليه 453.6 باوند بير سكوير انش، لكن هو شايل فعلا اكشوال كام؟ 126.79 باوند بير سكوير انش. يبقى كده معناها ان البيرنج ستريس اقل من السي الاوبل الموازي، يبقى انا كده في السيف سايد. ما كانش بنقول له بنزود ابعاد الخشبيه برضه. طيب تعالى بقى نخش على تشيك حاجه اسمها تشيك الايه؟ البيرنج. يعني ايه تشيك البيرنج؟ نفهم من الكلام ده، صلى على النبي، ده ايزومتري صغير للي كان عندنا. هو ده كده الخشبيه دي كانت ايه؟
الخشبايه دي بالراحه، بس دي كانت عباره عن الجويستس. طب كانت متشاله على ايه الجويستس دي؟ على رود السترينجر. السترينجر دي كانت محطوطه فوق مين؟ فوق الشوز. طب حلو قوي، هو مش السترينجر او الجويستس راكبه على الشوز، على السترينجر. تمام، يعني معنى كده ان هنا في قوه اللي هي قوه الارتكاز بين الاثنين. كده معناه ان الاثنين دول تلامسوا في مساحه هنا في المكان ده بالظبط. المساحه دي قد ايه؟ هل المساحه اللي تلامسوا فيها دي تقدر تشيل الحمل اللي وقع على الخشبتين دول؟ عشان لو ما كانش يبقى الخشبايه اللي تحت او اللي فوق هتتكسر. طيب ده معناه انا بحسب هنا حاجه اسمها مين؟ الاستريس. والاستريس ده بيساوي فرصه على مين برضو؟ على اريا. طيب يبقى ده اول تشيك عندي، كبيرنج ما بين مين؟ الجويستس والسترينجرز. يبقى تشيك البيرنج ده معناه مساحه التلامس اللي بين الاثنين، هل تقدر تشيل الحمل الراسي من فوق ولا لا؟ طب مساحه التلامس دي كام كاريا؟ نيجي نشوف. وانا مش كنت حاطط دي على سيفها؟ يعني البعد ده كده كام؟ 1.5، ما هو بعد التخفيض. والبعد ده كده كام؟ 1.5. يعني الحته ده اللي احنا بنشاور عليها دي كابلان فوق هتبقى عباره عن ايه؟ ان دي كده كابلان وانا باصص من فوق، دي الجويستس ودي السترينجرز. يبقى دي الاريا اللي احنا بنقول عليها اللي هي ابعادها 1.5 انش في 1.5 انش. يبقى دي المساحة اللي احنا بنتكلم فيها اهي. يبقى دي الاريا اللي حطها في المقام تحت هنا، يبقى الاريا دي 1.5 في 1.5. طب الاف دي الفورس اللي واقع عندي بالراحة بقى، هو انا بحسب ما بين مين؟ جويستس وسترينجرز. طب جويستس مسافة ما بينها كام؟ جويستس كانت المسافات ما بينها عبارة عن ال واحد، طب السترينجرز الاثنين بس، شكرا. يبقى الاسترس هيساوي الاف دي عباره عن الدبليو شيزنج الاصليه في ال L1 على 12 في ال L2 على 12. طب كلام جميل، ده البسط وده المقام. طيب يتقارن بمين بقى الاسترس ده؟ خلي بالك بقى من حاجه، الخشبيه دي اليافها جايه ازاي؟ اليافها كده. كلام جميل. طب والخشبايه اللي تحت دي اليافها جايه ازاي؟ اللي هي دي اليافها جايه كده. ده معناه ان الحمل راسي بالنسبه للخشبايه اللي هي الجويستس هو الحمل بتاعه عمودي على الياف الجويستس، وعمودي كمان على الياف مين؟ الاسترينجر. يبقى الاسترس ده اهو هروح اقارنه برضو بالسي مين؟ بالسي موازي. طب تعالى نشوف الكلام ده عملناه ازاي. لو حبينا نشوف الكلام ده يبقى ادي تشيك الجويستس والاسترينجرز البيرنج دي الاريا اللي تلامسوا فيها، ده الكلام احنا شرحناه على الايزومتري هناك. يبقى 1.5 في 1.5. طيب طب الدبليو عباره عن او الحمل عباره عن الدبليو في ال جويسس على 12 في ال سترينجر على 12، طلع ده قيمه الدبليو وطلع دي قيمه الاريا. يبقى ده بالنسبه لي عباره عن مين؟ ده بالنسبه لي عباره عن البيرنج ستريس النهائي لو عباره عن الفورس على مين؟ على الاريا. اقارنه بالسي مين؟ بالسي عمودي، اسف احنا كنا غلطنا هنا. اي ما احنا قلنا ده عمودي وده عمودي، يبقى هقارن بالسي عمودي بعمودي مش موازي على عكس اللي فات. ده معناه ساعتها ايه؟ هنروح جايين نشوف. طب السي عمودي ده بقى انا بديهولك في الامتحان، ما اديتوش انت حافظه بالقيمه دي، الدكتور بيديه في الامتحان ما اديهوش يبقى انت حافظه بالقيمه دي. يبقى السي الاوبل عمودي هتساوي السي الاوبل عمودي مضروبه في الشورت تيرم فاكتور اللي هو F1 اللي هو كان بواحد وربع في المعامل ده، والمعامل ده A زائد 3 على 8 على ايه؟ حيث ان الاي دي ثابته عندنا هناخدها بواحد ونص. يعني طلعت قيمه السي موازي عباره عن مين؟ 385. السي عمودي اسف برضو الاوبل 385 اللي مديها لك الرقم الاصلي اللي في السؤال، بس السؤال في واحد وربع في واحد ونص 3 على 8 على واحد ونص طلعت 610 601. ده 601 ده اللي يقدر يشيله الخشب. طب الخشب شايل فعلا قد ايه ستريس؟ 400 وكام؟ يبقى معنى كده ان البيرنج ماله سيف. طب فرضا بقى ان ده البيرنج ستريس كان اكبر من ده، يبقى ساعتها البيرنج ان سيف. طب الحل ايه ساعتها؟ الحل ساعتها هتقول الكلام ده في السؤال لكن مش هتكتبه. الحل ايه ساعتها؟ الحل اهو ان انت هتيجي بكل بساطه وتقول له الكلمتين دول، ان الخشبيه دي تبقى على سيفها انما اللي تحت ممكن تتحط على ايه؟ بطنها. وبالتالي هيبقى القطاع ان دي كده الجويستس وانا باصص من فوق، دي الجويستس والسترينجرز هتبقى جايه كده. فده البعد في السترينجر بقى اللي هو كام؟ 5.5.
وده اللي هو كام؟ الواحد ونص. فالاريا اللي كانت في المقام هناك ما بقتش في البيرنج، في البيرنج اهي الاريا اللي كانت في البيرنج ده اهي اللي تحت دي ما بقتش 2 وربع، اللي هي كانت 1.5 في 1.5، ده هتبقى 1.5. اسمع بالظبط كده، الله ينور عليك، في 5.5. يعني الاريا دي هتقل، يبقى الاسترس ده، اسف، الاريا دي هتزيد، يبقى الاسترس ده هنا هيقل. يبقى لو طلع ان هو انسيف نقول له ان واحد اتحط على بطنه وواحد اتحط على سيفه. طب تاني تشيك، تاني تشيك ان انا عندي الجويست السترينجرز بقى راكبه على مين؟ فوق الشوز. قلنا في الديزاين بنعملها فوق الشوز. ده معناه بقى ده كده كقطاع، يبان ازاي؟ ان الشوز اهي اللي هي ابعادها كام؟ 4 في 4 اللي هي كام الاربعه دي؟ ايوه اسمع، 3.5 و3.5. كلام جميل. وادي عندي هنا فوقها اهو، ده اللي هو مين؟ ده اللي هو السترينجر، اللي عرض السترينجر دي كده كام؟ 1.5. يعني معنى كده ببساطه وانا رايح احسب لتشيك البيرنج بتوين الجويستس بتوين السترينجر والشورز، ادي القطاع ده اللي هو ابعاده 1.5 في 3.5، دي الاريا اللي في المقام. طب اللود اللي في البسط فوق، مش انت بتحسب للشورز والسترينجرز بس؟ يبقى ال اللي فوق عباره عن الدبليو في ال 2 على 12 في ال 3 على 12، يعني من الاخر نفس الدبليو بتاعت الشورز. الله ينور عليك. تمام، حسبنا راح طالع الاسترس بالقيمه دي. هنا بقى نقف ثواني وانا رايح ابص هناك بقى عشان دي مهمه. طب انا كده طلعت الاسترس اقارنه بمين؟ سي موازي ولا سي عمودي؟ تعال نشوف. الفرص رأسية بالنسبة للخشبية دي هي كده بالنسبة لألياف السترينجر، أنت كده إيه؟ عمودي، يبقى أنا كده هقارن بالسي عمودي. طب بالنسبة لألياف الشورز اللي تحت هي كده سي إيه؟ موازي. طب أنا أقارن بدي ولا بدي؟ هقارن بالأقل فيهم، والأقل فيهم كقيمة هو مين؟ السي عمودي. اتفقنا؟ يبقى بقارن بالأقل عشان لو قارنت بالكبير ممكن يطلع الصغير انسيف. يبقى ده معناه هروح اقارن برضو بمين؟ بالسي عمودي، على الرغم ان في موازي وفي مين؟ عمودي. نفس الكلام، بس البعد ده دلوقتي هيبقى مين؟ التلاتة ونص بتاعت الشورز، لان انا باخد البعد الاقل. ما هو انا كان عندي هنا ده البعد الاقل في الاتنين، انا كان عندي هنا الخشبيه دي معلش دي 3.5 ودي 1.5. اسف، البعد الكبير في الاتنين دي 3.5 ودي 1.5، يبقى انا خدت دي بكام؟ ب 3.5. ده بحسب فيها الفاكتور ده اللي هو كان عباره عن السي موازي، السي عمودي اسف، في الواحد وربع في الثلاثه ونص زائد 8 على كام؟ 3.5. طلعت بالقيمه دي، يبقى طلع التشيك بتاعي ده كده سيف. بكده بننهي التشيكات او الديزاين بتاع السلاب فورم. فكره بسيطه اخيره يا ريت ننوه عنها ونشوفها مع بعض دلوقتي. لو الباكيه اللي كانت جايه لك ما كانتش باكيه مربعه، يعني السقف اللي انت بتصبه ما كانش مربع، كان جاي مستطيل بالشكل ده كده وليكن، انه كان مديني دي كده عباره عن البعد ده 30 فيت والبعد ده 15 فيت وليكن، ساعتها هرص خشب ازاي؟ تعال نشوف، لان دي مهمه جدا بقى. اول حاجه هرصها هي عباره عن الشيزنج، والشيزنج طبعا ده بلان اللي انا برسمه ده، الشيزنج بتترص كده اهو في الاتجاه الموازي دايما للبعد القصير. يبقى دي كده بالنسبه لنا عباره عن الشيزنج. طب الشيزنج دي هتتشال على ايه؟ قال لك هتتشال على، الله ينور عليك، تتشال على الجويستس. يبقى الجويستس عموديه عليها كده. تمام. يبقى معلش بس هنعمل حاجه بسيطه بره، هنيجي نقول كده ان اللون ده عباره عن الجويستس. وهنقول هنا جايد لينا بس اهو بسيط ان اللون ده، اللون ده ده عبارة عن الشيزنج. يبقى تخلي بالك بقى، طب المسافة كانت من هنا لهنا اهو، مسافة من هنا لهنا، دي كانت ال L1. تمام؟ دي ال L1 اللي كانت بتيجي. هنيجي بقى وأنا رايح أحسب النمبر أوف جويستس. كنت بقول ده كان بيساوي البي اللي هو بعد الباكية في 12، مش كده؟ عشان أحولها من فيت لإنش. على ال L1 انهي بعد باكيه بقى؟ ال 30 ولا ال 15؟ دول مرصوصين في اتجاه ال 15، يبقى وانا رايح احسب في النمبر اوف جيسس شغال على انهي؟ على ال 15 الصغيره.
واطلع النمبر واطلع الموديفاي بتاعه. طب ده بالنسبه لمين؟ للسترينجر. طب بالنسبه ده في الجويستس. طب بالنسبه للسترينجر، السترينجر هتتحط عموديه على الجويستس، يعني موازيه للشيزنج، لان العمودي على العمودي عليك موازي ليك اهو. يبقى ده دلوقتي اهو هنعمل جايد بره ان ده كده عباره عن السترينجر. كلام جميل. يبقى ده كده عباره عن مين البعد ده؟ ده ال2. يبقى وانا رايح اطلع النمبر اهو اوف سترينجرز هتساوي كام؟ النمبر اوف سترينجرز البي برضو الباكيه مضروبه في 12 على ال2. انهي بعد باكيه بقى؟ اللي توزعت في اتجاهه اللي هو ال 30. كلام جميل قوي. واطلع الموديفاي واطلع ال بتاعتي الاصليه. حلو. طب بعد كده كل واحده، كل جويستس من دي، كل سترينجر من دي مش متشاله هنا، هتلاقيه هنا متشاله على مين؟ متشاله على شورز تحتها، والشورز جايه كده. الله الله الله، الشورز اهي. طب المسافات بين الشورز دي وبعضها، انا بقول شورز، الشورز دي وبعضها كانت المسافه دي اللي كام؟ 3. يبقى الشورز كانت رصت في عين اتجاه ال 15. يبقى ده كده معناه النمبر اوف شورز ده هيساوي البي الباكيه في 12 على ال 3، حيث ان دي كام؟ ال 15 الصغيره برضو. يبقى كده معناها ايه؟ معناها لو انا عندي الباكيه مستطيله وانا بطلع عدد الشورز وعدد الجويستس، انا بشتغل على البعد الصغير بتاع الباكيه، وانا بطلع السترينجر بس انا بشتغل على البعد الكبير بتاع الباكيه، وبكمل مسالتي عادي جدا. كده خلصنا السلاب فورم ديزاين. ان شاء الله السكشن اللي جاي نتكلم في الوول فورم ديزاين، وهي لا تختلف كثيرا على السلاب فورم ديزاين. شكرا والسلام عليكم.